اوكي نيرف 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 لا حلوة. اعتقد بعدها مكتب 16 هذا مكتب 8 المهم اوكي بداية حلوة طرفين كومبوس نايس تايمينج حق الداون سماش راح اكتب نص الوقت بس بعد تايمينج يعني خارج شوية نايس بوكسز بس ان سماك قد اسوي لازم هذا الشيء يستعمل هيت بوكس اسرع من دمتك ولا ابتر ما اعرف اذا ريو كان المهم شوفوا شو اسين نشوف نحن اوكي داون سماش اب سماش راح كان مول في النص كان في ضوضاء في الفنيو ضوضاء وايت نويز نايس فير ما في الا جالس هافن ترابل تيكن ستوك مع ان ريون من الشخصيات اللي صح انه يعني نت بس عنده يعني كونفيرم وايد داون فير اب تب جاب طبعا انا مشكلتي ان مثلا نير صعب اسوي له كونفيرم فور غير ما تسوي له كونفيرم نايس بيفي جيتس ان باك بس 93 وايد دامج اوكي هل بيموت؟ لا اوكي اوه مات لا ما مات ما ضرب ضربة قوية وهاي تذبح لا ما ذبح اوه هاي بتذبح اكيد 100% اوكي 1-0-3 هاي دي بتسوي دبل كيك شخصية عندك كأوبشن اوكي نايس سارت اوه تذبح نايس المقدمة هو يعني بياخذ ستوك ثاني مانك ناو
عموما، بس لا تفهموني. هل بيوصل لها شله؟ ريد دايم ريد بس ما خسرت بس ارضو تشيبه. ليش سوي شكله نفس هذاك شفت مع جايرو؟ ليش شكله نفس جايرو؟ هيك ما اعرف هو نفسه ولا مو نفسه. قلنا سناك ممتين حبس ازت لوزرز راوند 6 يخلي ولا بس انا شو دار انا بلوزر كاونت كاب بعد يعني بس مو بلوزرز كوارتر لا مو بس الطايف اصلا ايش فور نظر ذي اوكي دان بري وسليبيه دان بري وسليبيه مره وايد باك اند فورث يعني اوكي هذا يعني هاي الفايز يوصل توب 8 ايه بيست اوف 3 ولا بيست اوف 5 فقط بيست اوف 3 لا خلها ناشر كفري لا اوكي بعد حي بس ياس في كفار مات نكتة وجابر